يسأل هذا الأخ ويقول: ما حكم الغش في البيع والشراء؟ الغش في البيع والشراء حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والواجب الصدق في البيع والشراء وفي غيرهما، الواجب الصدق، المسلم يصدق ويتحرى الصدق دائما وابدا ولا يكون غشاشا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام صبرة كومة من الطعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، فأدركت يده بللا في أسفله يعني رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. لا يجوز الغش والخداع وسوء المعاملة. المسلم ينصح في معاملته وينصح في مؤاخاته للمسلمين، لا يجوز الغش حتى مع الكفار، لا يجوز يغش الكافر، فكيف بالمسلم؟ نعم.